أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أشواقع 70 جريدة أشواقع، حوارات حصرية، إبداعات، ثقافة، سينما. واليوم معنا ممثل ديالنا ومبدع الغني عن التعريف طبعا، واللي كيحبوه جميع المغاربة العرب في العالم كامل. مرحبا بك أستاذ هشام بهلول، مرحبا بك معنا. شكرا وترحب بك جنة، شكرا للمتتبعين ديالكم على لولوغ فيديليتي للموقع ديالكم. إذن سمعنا واحد مبادرة جميلة قمت بها اللي هي تبرع بالأعضاء، صحيح أنه لازمنا نكتشفوا من هذه المبادرة هذه وندعو الناس جميعا أنهم يقوموا بها. كيف جاتك سي هشام بهلول الفكرة أنك تقوم بالتبرع بالأعضاء؟ هو أولا لا شكرا أنك طرحت هذا الموضوع، لأنه موضوع خصو يبقى دائما مفتوح أمام الخصاص الكبير في هذا المجال ديال التبرع. التبرع كنبداو بالدم، كاين خصاص فما بالك بالأعضاء، يعني كاين إشكال كبير جدا. و أمام يعني الحالات اللي كنعيشوها ديال حوادث السير المميتة على الطرقات ديالنا، كذلك بعض الحالات المرضية المميتة اللي أمراض مزمنة كنعانيو منها أمام يعني التأخر في مجال الصحي ديالنا، فأقل ما يمكن أن نقوم به هو أنه نفتحوا هذا الباب ديال التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. يعني وهذه بحسب مجموعة من العلماء هي من أهم الصدقات، هي صدقة جارية لكنها من أهم الصدقات. صراحة هي الفكرة ديال التبرع بالأعضاء كانت يعني جات الفكر ديالي، وحنا كنشوفوا هذه العملية اللي هي إلى حد ما بسيطة، يعني عضو ممكن لأنه سغجونير ساس كيعاود يكبر الكبد يعني فكيتجدد يعني اسمه، فالام ديالها تبرع بجزء من الكبد، فما بالك باعضاء اخرين. الحمد لله دابا زراعه الكبد تم يعني الانكباب على تطويرها وصارت كتزرع، فزرع الكبد صار في المغرب كممكن الحمد لله. لكن حنا في هذيك الحصه في المباشر فبينا الناس بانه راه وصلنا لذاك الرقم، كانت بفرحه أننا غادي نمشيو مع البنت إن شاء الله تعالى. وأنا ذاك أمام على المباشر قلت بأنني أتبرع يعني بالأعضاء ديالي بعد الموت، يعني أكيد النهاية ديالنا هي الموت، فبعد يعني في نسجل نفسي كمتبرع محتمل. والحمد لله مشيت عملت هذه القضية وديت معي بعض الأصدقاء والأخ ديالي كريم اللي تبرعنا وسجلنا فيديو درناها في صفحة فيسبوكية سميتها تبرع بالأعضاء مواطنة وإخاء، على أساس أنه أنجست ديال يحس به كل مواطن يعني كيحس بالمواطنة دياله، وكذلك الأخ يعني هو مفروض فيه يتضامن مع الأخ دياله يعني مواطنة وإخاء. فالحمد لله مجموعة ديال عشرات الأشخاص راسلوني على طريقة يعني التبرع، فقلت لهم وكنت نتواصل معهم أنه بسهلة يعني في أقرب محكمة ابتدائية لمقر السكن ديالك كتمشي وكتعبر السيد رئيس المحكمة الابتدائية عن أنك في كامل القوى العقلية ديالك حامل لبطاقة الوطنية كتديها معك وكتعبر على كالفورميلار، يعني ماشي حتى 10 دقائق كتسالي العملية كلها والحمد لله، وتكتب عند الله إن شاء الله تعالى من المتبرعين المحتملين بعد عمر طويل بإذن الله تعالى. غير باش نجدد هذه المسألة وأتحمل مسؤوليتي يعني على أي شخص غادي يسجل نفسه كمتبرع محتمل، أنا سيدي ناخذ عليك الذنب إذا كانت فيها الذنب، لأن أنا سولت وتأنا هذوك الناس اللي أكدوا لي تما يتحملوا الذنب عليا وعلى الآخرين اللي نقنعهم من خلال الموقع ديالكم. سيدي هشام اكيد ان هذه المبادره هذه جميع المغاربه وجميع اللي غادي يتصنت لك انه غادي يكون فخور بك اولا كممثل كمبدع كانسان. كان هذا هو الحوار الحصري ديال جريدتكم اشواق مع الممثل المحبوب هشام بهلول، وانتظرونا. شكرا لكم.